صفة أقل أهمية، ماشي من ناحية ديال الأهمية ديال القطاع، وإنما من الميزانية، التعليم والصحة. فإذا شفنا كيفاش غادي نعطى التركيبة ديال هذا المشروع، فالجهة كتساهم ولكن كاين مساهمين أهم، هو صندوق التنمية الفلاحية FDR، وكاين مبادرة دابا حنا اللي كنناقشوا عليه هو واحد جزء صغير ديال ما تساهم به الجهة، ولكن من الجانب كاين مساهمة ديال المبادرة الوطنية، وكاين مساهمة ديال هذا الجهة، يعني بغينا باش يعني الجميع كتطلبوا على تسريع المشاريع باش نسرعوا هذا. ريتما الحكومة تكون موجودة فيما يخص صندوق التنمية، دينا بجوج ديال البرنامج الجهوي والبرنامج ديال المبادرة. اليوم حنا كنتوفروا على الاعتمادات ديال المبادرة عندنا اللي كنسيروها مباشرة. فيما يخص الجهة، السيد الرئيس هو كيباشر كيفاش بدينا هاد البرامج. فيما يخص الكهرباء هو المعنى الصالح للشغل، نأكد لكم بأن في 2022 غنكونوا يعني جميع السكان غيكون عندهم الماء والطبيعي. كيفاش؟ فيما يخص الكهرباء، كاين دابا عندنا حصينا جميع الكوانين، يعني ما كاين حتى شي واحد يكون في المنطقه خليطره في برازيل في المكان محسن، وقسمنا على التكلفه ديال كل مكان. وحضور السيد الوزير محترم معنا، راه هو كيعلمو هذا الشيء مباشره في الوزاره، فكاين عندنا الكوانين كنمشيو من تقريبا 30,000 درهم للكانون، 40,000 كنمشيو حتى 140,000 درهم كان، يعني هذاك من 140,000 غتجيبو تشريو دار في الشرطين دار ديال الدور الاجتماعي كان 140,000 وتعطيه الماء وتبقى تعطيه السيد حفاظ كل نهار وغيتبقى أقل من هذا الكلام. ولهذا درنا واحد العملية اقتصادية، ما يمكنش عاود فين ما كانش واحد بوحد في راس الجبل غادي يجيب الكل. درنا واحد العملية اقتصادية اجتماعية ودخلنا فيه لي موديل ماتيماتيك لي موديل، هذا لقينا واحد تقريبا 95% ديال الناس هي تقريبا قل من 80,000 ولا 90,000 درهم، ولا هادو كلهم غاش منهم اسمو الكهرباء يعني الكلاسيكية يعني الريزو. فيما يخص الاخرين غنديرو الطاقة الشمسية ولكن من النوع الجديد، يعني راه إلا شفتو دابا راه بعض الكوانين دابا كتجهز وبداو الناس في الشمس فين ما مشات هاد الشمس كيطلبوا ليا هاد الطاقة الشمسية الجديدة، لأن ماشي بحال داكشي اللي كان قديم. أنا دابا راه عندهم مشكل الثلاجة والتلفزيون وكذا، لأن كان قبل كان مشكل ديال الشركة وديال وهادشي راه عيناه، دابا راه واحد العدد والناس دابا كيطلبوا في الجبل وخا اللي عندهم الكهرباء العادية كيطلبوها الطاقة. إذا الطاقة الشمسية ماشي هي أقل جودة أو لا أقل منها، غتكون يعني على الأقل بحال جودة ديال الكهرباء العادية. إذا هذا وجهة، وجهة أخرى حنا باش نسرعوا هذا العام، مثلا الجهة مشكورة عندها الميزانية وعندها هذا، بغينا نربحوا الوقت. إذا اللي تبرمج شنو هو اللي تبرمج؟ ماشي غير اللي محتاج هذه الجهة أولا، ولكن ثانيا اللي فيه الدراسة الموجودة واللي فيه واحد العدد ديال العوامل التقنية الموجودين. وهنا في اجتماع رسمي في الرباط مع السادة الوزراء مع مشكلة السيد الوزير، ولكن الخبر اللي وصلني هو أن المكتب الوطني أعطى المثال ديال هذه الجهة ديالنا وديال الولايات البلاد، لأن أنا حنا شفنا 14 مدير مركزي ديال المكتب الوطني شفناهم هنا وذكرنا معهم باش يعني راس تبعتيو التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو، لأن بين قوسين جميع المغاربة كيبغيو بلادهم وجميع المغاربة كيبغيو الملك، كاين حتى شي واحد في المغرب ديما فيهم أزيلة، باش نقول
ماشي مشكل الفلوس، ماشي مشكل الامكانيات، ماشي مشكل راه الفلوس راه لا حسب الظن، راه الجامعات المحليه دابا عندها الى جمعناهم 30 ولا 40 مليار ديال الدرهم راها مصدوم كيف، راه المشكل هي ديال المشاريع وديال التنشيط وديال الدراسات وديال السوق. دابا حنا الى واحد عدد الوزارات اللي هي دابا المشكل راه ماشي مشكل الامكانيات، راه يعني لا علاقه بين الكهرباء والفقر. فهمتي باش ومن اقل فقرا في الجهه هي خبيثره، يعني باش على حسب المندوبيه غالطين العلم لله، لانهم علماء في هذا الشيء، راه تذكر مسير العمل راه كل عشيه كنتذكروا على هذا الشيء. احنا كنا يمكن الجهه تعاون وقلتها لسير العمل والساده المنتخبين لان راه كل شيء يطلب، ولكن الشيء اللي عطلنا دابا خصنا يمكن احنا نجيبوا واحد الدراسه مضاده باش نبينوا الا بغاو الناس ديال خليفه يكونوا فقراء ما عندنا ما نديرو، حنا غنشوفو كيفاش يرجعوا فقراء، ولكن الحمد لله راه دابا راهم ماشي فقراء. على اي حال دابا اذا حنا اللي شفنا دابا اقل تغطيه في الكهرباء هي يعني زعما تدل على ما معناتها هي خريبكا وخليفه، خريبكا رغم هو اقليمي الحمد لله على واحد عدد الامكانيات، ولكن هو اقل تغطيه يعني الاخر هو خليفه باش نقولوا هو اقل، ولكن خريبكا من بعد ومن بعد. ولكن هذا البرنامج اللي جا باش نجاوب باش نطمئن الناس اللي قالوا على التفيلات وكل شيء هذا، راه اليوم هذا البرنامج راه زائد، ولكن هذه البرامج اللي كانت مبرمجه راه اللي كانت مع اللوينو راه كاينه غتكون، ودايما شفت الخنيفره ما كاينش بزاف ديال الخنيفره هنا، لان كاين واحد العدد ديال الدواوين غدير برامج اخرى، لان ما خصكمش تشوفوا بان البرنامج هو اللي كاين، كاين برامج ديال الدوله، برامج ديال اللوينو، برامج ديال هذا، حنا هادشي كلشي وخذ بكاتب هو يعني في الاخير باش نكونوا نتمنوا الجميع نكون انا شخصيا حارس على هادشي، وكنحرص اكثر على المناطق اللي هي خصوصا، لان هذا هو الدور ديال الوالي، كان الدور ديال الوالي راه ما كيتسنى لا انتخابات لا والو، انا راه كنشوفو كاين الناس بدون ديماغوجيه وبدون حتى شي حاجه كنمشيو للناس اللي هما خاصهم باش نديرو فعلا المنتخب كل واحد كاين هذا من حقهم ومن حق هذا. باش نقول لكم 2022 ما غيبقاش عندنا شي كانون ما عندوش يعني 98% ولا 95% غيكون عندها الكهرباء الكلاسيكيه، وهذوك اللي فريمون صعاب 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 تكون عندهم طاقه شمسيه من جيل جديد. وكذلك فيما يخص باش نسبق الماء، الماء خدنا المعيار شنو المعيار، انا كنقولها للاخوان وانا كنعرف علاش كنتكلم، كنقول لهم ما خاص شي واحد شي دوار حاشاكم يمشي بالدابه ديالو يقلب عليهم، يعني اكثر نقطه ديال البعد على الماء هي تمشي المراه تسد ديالها وتمشي واحد 100 متر باش تسقي، هذا هو الشيء باش ما ندخلوش في هذا في هذا واش الروبيني ما عندوش، انا كاين انا كاين مناطق اللي هي ما عندهاش الماء والو، المشكل ديال الماء ماشي بحال الضو، الضو كتجرو الجو، ولكن ما عندوش حتى هذا كاين الطاقه الحمد لله كاين الشمس ديال الله، كاين ولكن الماء كاين مناطق لا تتوفر على الموال، يعني تحفر حتى 500 كيلومتر غتلقى يمكن البترول خشب، وكيجي يعني باش تجي الماء شي واحد بوحدو في الجبل وهذا غيتلقى يمكن عليه باش تبني مدينه جديده ومتلازمه، دونك هذا هو المشكل. فيما يخص الماء فيما يخص الازمه راه وزاره الداخليه، انا شخصيا مع السيد وزير الداخليه راه خدينا جميع التدابير مع سيد العمال باش حتى واحد ما خصو ما يخصو، حنا ديجا ربينا في البرمجه راه بداو كيجيو اعتمادات خاصه باش نمدو جميع السكان فين ما كانوا، الا كان هناك خصاص راه اما باش نوسعو ولا باش نحفر المنزل في الديار، اما غنجيبو السيترنات اما غنجيبو، لان هذا من الواجب. وكاين السيد النائب المحترم جاب واحد المشكل عويص، هو فعلا مشكل عاوز في المدن، الناس بناو في دورهم في البيئة راسهم، والمشكل أكثر من هذا هو كاين واحد العدد ديال المنشآت، مثلا في المدرعة كاين 627 حالة اللي عندنا باش
باش كنتبعوا هذا 28 حاله ما يمكنش ندخل الموضوع لان كلهم في المحاكم، ما يمكنش حنا عندنا في المحاكم لان الناس فينا ماشي بطريقه سلسو وغنمشيو غندخل لهم الماء والضوء. ولكن لقينا حل، انا اللي اقترحت على الاخوان مساكن في بلدي من بلاد وقلنا هاد الناس غندير لهم واحد الربط جماعي، كنجيبو الضوء مثلا كنديرو في واحد المحل وهما كيديرو دي سوكونتر كيديرو جمعيه وكيوصلو الضوء، يعني المهم هو الضوء ولكن مكيتسماش راه خلاف الضوء الفلان وخارق القانون ولكن عندو الضوء. وفيما يخص الماء راه كنشوف وسط داك الجماعه كنديرو واحد النافوره وكيجيو كنديرو كما كنديرو في الباديه مع الرونيب كيخلصو، لان دابا الناس كيطلبو ما يخلصوش مايمكنش مايمكنش واحد دابا اللي غريب وهذا سبحان الله السياسيين وهذا بعض المدن كنعطيو الماء للناس ما كيخلصو والو، وفي الباديه هذيك النافوره راه كيخلصو 10 شحال كتخلص شحال سنتيمات كتخلصو الرونيب كيشكون. المهم الناس كيخلصو كل ما تشطل كيخلص عليه جوج ريال، إذا كتقم عليه أنا درت واحد العملية حسابية هنا في الشبل، الناس كيخلصو 50 درهم للمتر مكعب، إلا حسبت المتر مكعب، وراه السيد معايا الوزير راه معانا، راه الناس كيخلصو جوج دراهم للمتر مكعب في المدينة، الشطر، جوج دراهم قصدي 65، وواحد في البادية كيخلص 50 درهم، إلا كيخلص بسطولة، إذا هاد المسائل كلها أنا إلا تقتيو إلا كان انتقادي عندنا راه حنا مات. حتى حاجه ما كدوز راه الا ما كانتش مدروسه وما كانتش العداله المجاليه والاجتماعيه وهادشي كله، لان هذا هو الروح ديال هذا البرنامج، هو جميع ما نعملوا عليه يوميا، لان دابا انتم مع الاسف ما عندكمش جميع برامجكم، يمكن كتمثلوا 10 ولا 15% ولا 20 حتى 40%.